السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا قد الدنيا دي كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعة، عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا بقى، النهارده احنا جايين بفيديو مختلف. الكوبايتين دول مالهمش علاقة بالفيديو، الكوبايتين دول لزوم المزمزة واللزلزة. لزلزة. تسلم ايدك يا بنتي يا ماما، دي فراولة بالموز. بمناسبة تسلم ايدك يا بنتي يا ماما، النهاردة فيديو فريد من نوعه. مش تسيبيني اتكلم على فكرة، اشتراك المفروض تسيبيني اكمل كلامي، مش تقطعيني في الكلام. انا لسه بتكلم. بنكمل بعض. شفتي قطعتني ازاي؟ طب ما احنا بنكمل بعض. يلا يلا نكمل، يلا مش مشكلة، مش هتفرق. قول. لا يلا كمل. لا قول. خلاص. يلا كمل. بس المفروض يعني الواحد يخلص جملته التاني يخش في الجملة. طيب يلا كملي الجملة. لا يلا انا نسيت. كنت كمليها. نسيتيني والله. وانا كمان نسيت. كمليها. يلا بقى يلا عشان الفيديو. نقطع ونبدأ من الاول؟ يلا. لا خلاص كملي واخدنا المقدمة. يلا بقى يلا نبدأ الفيديو من الاول. انت عملتي لي كده ليه؟ يا بنتي خلاص المقدمة. يلا. بصوا يا جماعة، الفراولة دي العيش. هي قطعتني وانا بشرح لكم جمالها وحلاوتها وطعمتها. تسلم ايدك يا ماما. بعيدا بقى يا جماعه عن عصير ماما وجماله وحلاوته وطعمته، قولي لهم الفيديو بناء على ايه زي ما كنت عايزه تقولي. تقولي انت انا وانت واحد. انا وانت واحد. ما تقولي انت قطعتيني في الكلام بس فضايقتيني. يلا بقى. ايه هو ده؟ ايه يعني؟ مش فاهمه. انت اللي اتضايقتي عشان قلت لك انت بتقطعيني في الكلام. لا مش متضايقه انا، عادي. طب يلا كملي. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان. هي نقت علينا حبيبتي اللي بالك فيها. مش عارفه انا في ايه. طب يلا قول لهم الفيديو بناء على ايه. سديتي نفسي قبل ما نبدا. طب يلا تسالش يا نونو. يلا ماشي. ايه قول لهم الفيديو ايه النهارده؟ الفيديو جديد من نوعه. الفيديو النهارده هتبقى ماما مشاركه فيه. اول مره ماما. معلش بعد اقطع كلامك، يعني اول مره ماما تشاركنا في فيديو يا جماعه. ده عادي ان انت تقطعينا. يلا بقى كملي. يلا اتكلمي انت. يلا يلا بقى يا حنان. لا ابداي البدايه من الاول عشان والله كان لازم افهمهم ان اول مره ماما تشارك معانا الفيديو. طب ده انا كنت بقول نفس الكلام على فكره. طب يلا معلش. واللي هو ما ينفعش. لا هي قناتك، قولي انت. لا يا حبيبي بصي انا داخله مشاركه معاكي. طيب يا جماعه ما يعني انا هي صح هي جايه من جماعه. انت هتقطعي ده كله وابداي بقى من جديد على النظافه. انت هتطلعي الكلام ده. طب خلاص نبدا الفيديو من اوله. ابداي وقولي انت بقى. طب يلا بقى يا حنان. طب يلا انت كده هتبوظي الفيديو. فيديو احنا هنبدأه من جديد. طب يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا جماعة، عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة الفيديو جديد من نوعه، بعيدا عن كوباية العصير الجميلة دي. عمال ايد ماما. قولي لهم يا حنان الفيديو من على ايه النهاردة. الفيديو جديد ومختلف. إيه؟ استني استني انا هقولها بطريقه احلى. النهارده يا جماعه اول مره ماما تشاركنا في فيديو جديد. سقفه كبيره لماما. شفتي تعرفي تعملي كده؟ يلا كملي بقى. خلاص هقطع الحته دي. يلا الفيديو هنشوف ماما تعرفني اكتر ولا تعرف حنان اكتر. هنسال سؤال، السؤال هيكون موحد. السؤال يعني ايه؟ يعني هقول لكم المقصود من الفيديو ده ان احنا نعرف ماما تعرف عني اكتر ولا عن حنان اكتر. يعني انا مش عايزه اكمل الفيديو ده. ليه؟ لا في ايه؟ مقلب. لا هطلع. لا مش مقلب والله، هطلع هيبقى مزاجي وحش. لا ما مش عارفه انت مالك النهارده. مال؟ انا عملت حاجه ماما. خلي شويه كده نعمله. انا عملت حاجه؟ انا مش عارفه اتكلم. خلاص خليه شويه كده نعمله. ليه؟ انا عشان قلت لها. طب هي كانت هتعرف تقول لهم كده؟ ماما كل ما اتكلم كلمه تكبسني. دول عقلي بقى. طب مش انت عارفه ان انا بحب اهزر معاكي اليومين دول كده؟ لا ده مش هزار. طب انا بالله عليكي مش والله ما بقى ليه مزاج اعمله. لا يلا معلش. يلا انا طالعه معاكي عشان خاطرك بس انت مش عارفه مالك في ايه. طب خلاص انا اسف. الله اكبر. لا مش اسف، مفيش بينا اسف. طب يلا بصوا يا جماعه هنشوف اول سؤال. تقولي انت اول سؤال. لا لا انا هسيب لك السؤال الاول. لا مش في دماغي اسئله. لا هسيب لك السؤال الاول. اقول لك انا اللي هقول السؤال الاول. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، اضحكي بقى، اضحكي للدنيا تضحكلي. ماشي يلا اسالي اول سؤال. تسالي انت؟ انت زعلتي. لا لا اساليني اول سؤال.
انا وحنان بنحب اكتر اكله ايه مفضله؟ ما كلش معلقه فراوله. تسلم ايدك يا ماما. شوشو بتحب المكرونه بالبشاميل، محشي، الفسيخ. ده جابت كله يا جماعه. اكله واحده ولا الاكلات كلها؟ كذا اكله، بس انا بحب ده كله. انت عارفه اختك ما اقول ايه ولا ايه. والطعميه العيش، اختك نفسها مفتوحه على طول. حنان معلش مش فاكره. مش فاكره؟ ما مش بنتك ولا ايه؟ بتحب ايه يعني؟ شوشو بتحبي ده كله وانا مش فاكره لي حاجه واحده؟ لا مش قادره حنان. ما تحطوش اللايك، وانا اللي كنت اقول لكم حطوا اللايك عشان ما تشاركنا اول مره. مش عارفه، يمكن بتحب الطعميه. لا يعني اكتر اكله بحبها الطعميه. ده ما عادتش بتحب الطعميه يا جماعه للاسف. السمك. لا. طب بتحبي ايه؟ انا بحب المحشي برضو وبحب الفسيخ. ما انت عارفه ان انا بعشق الفسيخ والرنجه. معلش انتهيت عنها. معلش معلش ماشي. السؤال الثاني. اول سؤال. ايوه لسه الاسئله جايه كتير. اسالي انت بقى السؤال الثاني. السؤال الثاني مع ان كان نفسي اساله، بس خليكي اسالي انت. يلا كل واحد سؤال. اه ما هو السؤال هيخصني ويخصك. ايوه تسلمي. طبعا ده انت عارفاه يعني. ايه اكتر لون انا بحبه وهي برضو؟ ايه اكتر لون؟ اكتر لون شيماء بتحب الاسود وغوامق. يا سلام يا ماما. صح. وطلع الايام دي بقى في اللون الاخضر بدات تحب الفواتح شويه. وانا انت بتحبي الازرق. الازرق يا ماما. ده انا واثقه فيكي في السؤال ده، مش هتغزليني. معلش مش عارفه. انت عارفه حتى اغلبيه لبسي بحب اللون الايه؟ الموف. لا للاسف. البيج. البيج. بيج. انت عارفه بحب ده اكتر لون بكرهه. البيج. بتحبي البيج؟ مش عارفه. ما بحبوش والله. البني. 2-0 لشوشو. يلا سألي سؤالك. طب بتحبي اكتر لون ايه؟ انا بعشق الاسود. ملك الالوان عندي الاسود. وبحب الغوامق برضه. معلش معلش معلش. ما انت عارفه ده انت كنت كل شويه تقولي لي غيري بقى اللبس الاسود دوت. صدقي. عشان عارفه ان انا بعشق الاسود. ماشي ماشي. مش اخده بالي. مش عارفه ما فيها النهارده مهنجه عايزه تنام باين. بصراحه انا حاسه ان انت اللي دمك تقيل. مش عارفه ضربه بوز للناس ليه. الفيديو كده يبوظ. بصوا يا جماعه لعلمك قبل ما اتكلمت جماعه انا بحاول على قد ما اقدر يطلع الفيديو حلو وجاي على نفسي. مش عارفه اسلوبك ماله ومش عارفه ماما النهارده مالها هي كمان. لا يا بنت مش انت مش فاكره لي حاجه خالص يا ماما. لا ما انا قلت لك. طب ودي فيها حاجه تزعل؟ ما يمكن تسوق عنها. انا قلت لها الوان كتير ولا واحد صح. طب وهي لازم تقول صح يا حنان. امال هو الفيديو معمول ليه؟ ما انت حافظه شيماء بس يعني. لا وانا شعر يعني. معلش ما. انت عارفه لو انا عارفه ان انت ما تعرفوش عادي، بس انا عارفه ده انت كنت بتكلميني على اللون لا ده. لا هركز هركز هركز. خلاص ماشي يلا. وانت يا شيماء اسلوبك حلو شويه بقى. من امتى بنتعامل مع بعض كده؟ وانا اتكلمت يا ماما بذمتك مش فيديو وماشي. احنا ما بنتعاملش مع بعض كده ورا الكاميرا. جايه في عايزه تفردي نفسك مثلا قدام الناس مش حلو. لا خلاص خلاص انا هرجع لطبيعتي. بصي نسيب المقدمه بس والسؤالين عادي. ماشي عادي. كملي ركزي بقى عشان ما تزعلش ماما. انت عارفاها بقى اتقمصت وبوس. يلا انا بعمل اللي عليا. انا بهزر معاكي وما تزعلي. ماشي يلا. السؤال اكتر حاجه بحب اعملها لما انزل الشارع يا ماما. تجيبي حاجات كتير وتتسوقي. لا ماما تستاهل سقفه كبيره 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 كبيره. انا نسيت اسال اواجه السؤال بصيغه الجمع. والله انا اسفه انا قلت لها اكتر حاجه بحبها نسيت اقول احنا الاثنين بنحبها. معلش بقى. طب يلا حنان بتحب ايه برضو اما تنزل الشارع؟ اما تنزل مش عارفه يمكن بتحب تروح تتمشى كده. بتحب تمشي كده من غير ما تشتري حاجه. هبل انا بحب هرول. عسل يا بنتي يا نونا. انا بحب امشي وساعات بشد شعري زي المجانين في الشارع. ماما حبيبتي حافظاني بنت على حقيقتي. ايوه يا حنان انت بتحبي تخرجي. السؤال الجاي ليكي. طب انت بتحبي ايه صح؟ طب انت بتحبي ايه؟ ما هو كده احنا على فكره يعني يعتبر ان احنا متفقين في كل حاجه يعني. هي عارفه برضو ان انا اكتر حاجه بحبها ان انا انزل واعمل شوبينج.
حتى لو هجيب شبشب وارجع. انا بقول بتحبي تاكلي الشارع. اه والله اي حاجه. حش حش يا بنت الشوبنج مقطع نفسه. ما بقول لهم حتى لو هجيب شبشب وارجع بحب الف في السوق. لا انا مفكره حنان. يمكن اه يمكن قصدك كده عشان بحب انزل الف في السوق كده. لا انا متفكره بتحبي تاكلي جلاتي في الشارع كده. كل جلاتي ده اكتر حاجه ما بحبهاش. جلاتي 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 جبتك حالها عملتها. ما بنزلش اكل جيلاتي انا ده، حتى الجيلاتي اما بتجيبوه ما بحبش شكله قد كده. انا بحب يا جماعه انزل الف. بصوا انا هقول لكم معلومه عن بتكلم عن نفسي. بصوا هقول لكم معلومه عن حنان يا جماعه. حنان بخيله جدا عشان كده ماما ما قالتش بتحب الشوبينج. لما بتنزل بعيد عنكم ما بتصرف الجنيه الله اكبر كانه ما موجود الجنيه. بصوا يا جماعه انا بهزر طبعا، الحمد لله نعمه ورضا. انا بحب اصلا انزل مش الشوبنج بمعنى ان انا لازم اشتري الدنيا يعني، انا بحب انزل اشوف ايه الجديد في السوق. لان هي حريصه جدا معايا بجد. بجيب ما معيش خلاص، ده مش عيب على فكره. حتى لو معاها وتكون محتاجه مثلا عندها عبايه مقطوعه تقول لا انا هرقعها. عمري ما عملت كده على فكره الحمد لله، ما بمشيش برقعه. طب يلا بقى اسالي السؤال بتاعك، انت طولتي قوي في السؤال ده. يلا. انا بنزل وبلف يا جماعه، حبيت حاجه بجيبها ما حبيتهاش خلاص، مش بخل. معايا بجيب ما معيش خلاص، كلنا كده بيتهيألي، بيعدي علينا ايام معانا نجيب ما معناش مفيش مشكله، بس بحب اتمشى. على فكره انت قلبت الفيديو خناقه مش هزار. انت اللي بتتخانقي مع الناس. ناس ايه اللي بتخانق معاهم؟ انا بعرفهم. انت عماله تقولي بخيله بخيله، ما ردش. حنان هتبوظي الفيديو ما تتكلميش. قولي يا حنان وانا هعرف. قولي كده. يلا قولي بقى السؤال الجاي. يلا يا رب. انت داخله امتحان يا ماما، انت خفتي منها عشان قلبت بوزه. يلا حنان يلا مش مكمل. يلا حنان السؤال الجاي. يلا بقى السؤال الجاي. يلا مفيش في دماغي اسئله، اسالي انت. يلا مش بقول لكم بوزه. يلا يلا. طب السؤال استني بس، السؤال ده السؤال ده سؤال ايه؟ مش هكمل. يلا اقعدي بقى يا حنان، اقعدي بقى وانا واقفه. انت ترضي تبوظ لك فيديو؟ طب احنا لابسين، انا كنت بصور فيديو تحدي وهي صورت تحدي عندها. بتكلمي مين؟ بحاول ده هيتقطع. لا ما انا هقطع اللي قبله، كنا بنصور يا جماعه عشان كده انا بقول لهم ان احنا بنفس الهدوم اللي مصورين بيها يعني. يلا السؤال اللي بعده. اسالي انت. مفيش في دماغي اسئله، اسالي انت. طيب اكتر حاجه انا بكرهها في حياتي. اسفه انا وحنان بنكرهها. اكتر حاجه بتكرهيها؟ وبخاف منها جدا، ولو صبح اعملها ما نمش طول الليل. ايه هي؟ بترعب منها من عمري وانا صغيره، اللي هي ما تعرفش. طب انت عارفه؟ لا ما اعرفش. عارفه؟ لا والله ما اعرف. حاجه بترعب منها قوي وما نمش بالليل لما اعرف ان انا راح المشوار ده. بس خلاص السفر. ما تحبيش تسافري يا حبيبتي صح؟ ولو حد قال لك مثلا روحي بورفؤاد حتى المعديه ما بتحبهاش. ما احبش. صح. انا جبانه قوي من ناحيه السفر يا جماعه، ما بحبوش. بتفضل ماسكه في الكرسي كده هيقلها انها ماسكه في العربيه. صح. وممكن يجي لي اسهال وترجيع. ايوه. بطني تمشي عليا. بتخافي من السفر فعلا. طب وحنان عشان ما تزعلش بقى. يمكن لما النور بيقطع. في ايه حنان؟ طب ما النور بيقطع الناس بتخاف. طب بالله عليكي انا اطلع ببوزها ده؟ ما انا مش عارفه. طب احنا متحملين بوزها، الناس تتحمل بوزها ليه؟ بص يا شباب بقول انا اللي اعرفه كده من الضلمه. بتخافي من الضلمه؟ بتخافي من العفريت؟ خدي خدي والله. طب خلاص يا ماما بصي بالله عليكي انا هسالها سؤال وحاولي تعرفي. مش عايزه والله العظيم مش هكمل انا الفيديو بالطريقه دي. حاسه. طب خلاص بصي 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 اقعدي بس. عايزه طب ايه؟ كوب عسل من لا انا اللي اعرفه كده. عايزه. طب ما انا بخاف من الضلمه. ماشي انا قلت لك ضلمه ولا مش ضلمه، انا مش على كده عادي. فيها ايه يعني ان هي عارفاني عشان انا قاعده معاها على طول وبتحبني ومتعلقه بيا؟ في الموضوع ده شيماء انا ما اعرفش. وبعدين يا جماعه في حاجه كمان، يعني حنان تخرج تروح اي مكان عادي، لكن ماما ما تستغنيش عني. على اساس ان الفيديو مكمل عادي وانا هطلع بالمنظر ده عادي بالنسبه لك. المهم الفيديو يكمل. ده انت عارفه الفيديو ممكن يطلع ترند بدماغك دي. اهم حاجه بقى عندك الفيديو. امسحي دموعك يا حنان. فاكرين يا جماعه امسحي دموعك يا امان. جماعه ما انا هنزله ده هيطلع. بصي ان شاء الله هينزل خلاص.
امسكي نفسك بقى نكمل الفيديو يعني. السؤال بقى يا جماعه، السؤال الكام ده؟ واحده تسالني خدي بقى. بصي ازاي عشان انا اعرفه؟ اعرف ده هعرفه. لا هعرفه. عشان امك، امك هتتحايل عليكي. لا انا مش عشان اعرفه ولا ما تعرفش معايا، بس انا هحاول. لا انا هقول لك على حاجه. طب تيجي نقول لها على المفاجاه. اسمعي بس، انتوا في توافق بينكم، انتوا عارفين بعض، اعملوا الفيديو. ايه عارفه انا مش عارفاكم وردوا على بعض، انا مش هطلع بالمنظر ده. في توافق غصب عني. ما تسيبي انت قفشه في ايدك ده ليه؟ طب اقعدي. خلاص خلصتي عياط؟ انا بساعدك في قناتك وانت هتبوظي لي القناه. هتخشي الحمام؟ هخش جنب يوسف. طب تعالي اقعدي. تاني يلا بقى قربي بقى، ما تبوظليش الفيديو. اخر سؤال. مش هقدر اقسم بالله اعمل فيديو هاي. لو ما عرفتش ده ما تعمليهوش. انت عارفه ما تاخرش عنك، بعدين اما اروق كده ونبقى نعمل الفيديو. طب ولو قلنا لك ده مقلب فيكي؟ انا وماما متفقين عليه. اه والله ده انت النونه. محمد قال ايه واحنا بنتفق على المقلب انا وانتي؟ قال كلمه كده، قال ايه؟ انت هتعمل فيديو مع حنان عيوطه. ايوه قال انتوا هتعملوا المقلب مع حنان عيوطه. بنضحك عليكي يا نونه. امسحي دموعك يا حنان. شيماء ايه؟ شيماء ايه؟ حشو جدعان. بس ايه رايك في فراوله ماما؟ ما جددتهاش. الله. طب اشرب يلا. ماما عيطت. اشرب. يا جماعه هي اللي مقلب وماما بتعيط والله. طب بالله عليك اطلع قدام الناس بالمنظر ده؟ انت قلبي يا منى. حنان يا جماعه بتحب الفسيخ جدا جدا أوي جدا أوي. هي وجوزها، وبتحب المحشي، وبتحب الحمام. اصلحي بقى. والحمام لا والله بتكلم بجد، وبتحب الحمام أوي. وبتحب السفر جدا. اه عكس انا بقى، انا ما احبش السفر. كان الاسئله ايه؟ بتحب تنزل تشتري كل حاجه عايزه. اه اه بالنسبه للبخيله دي، هي اصلا بتحب تنزل عايزه تمشي في السوق وتجيب. يا عيني يا عيني، عشان يعني ساعات ما بتروحش. مش عارفه لسه بتكملي في المقلب ولا ايه؟ لا والله. بس كده يا جماعه ده كان مقلب ظريف. انا قلت ايه، محتاره اعمل فيها مقلب ازاي واحنا لابسين. احنا بنخلص التحدي وبنقلع الطروح على طول وبنقعد. طبعا قلت ايه، فكرت في المقلب ده، قلته لماما. راح محمد كان قاعد قال لي انت هتعملي مقلب في حنان عيوطه. ماشي. حتى انت يا محمد وانت كده تطوعيها على نار. معلش معلش. ايه نزيع ولا ما نزيعش؟ نزيع نزيع. ولو عجبكم المقلب بتاعنا بقى يا شوشو. بصوا يا جماعه، انا في طلب كان نفسي اطلبه منكم من زمان ومش عارفه اطلبه عشان دموعي دي ما تنزلش. بما انكم شفتوها وانا اتفضحت كده علني، نفسي في طلب اطلبه منكم بالله عليكم اللي يقدر يعمله. الطلب ده موجه لاخواتنا في اللي في السعوديه. انا عايزه اقول لكم ان بابا الله يرحمه، انا بصوا مش هقلب نكد ولا حاجه، بابا الله يرحمه كان نفسه يعمل عمره قوي وما قدرش ان هو يعملها، يعني ربنا افتكره قبل ما يعملها او يقدر ان هو يعملها. فانا بطلب من اخواتنا اللي في السعوديه لو حد يقدر يعملها له، هفضل ادعي له طول عمري ومش هنسى الجميل ده ابدا. حاجه زي كده هتريحني قوي وواثقه ان هي هتوصل له وهيفرح بيها، عشان كان نفسه يعملها ومش عارف. يا ريت يا جماعه يا ريت. لو حد من اخواتنا اللي في السعوديه، انا بنشدكم لو حد يقدر يعملها ويقول لي ان هو عملها يبقى كتر الف خير، ويبقى ريح قلبي لاخر يوم في عمري هفضل ادعي له. ربنا يخليكم يا جماعه لينا كلكم وعلى راسنا. ومعلش لو الفيديو قلب معانا كده سامحونا، واحنا مش هنطول عليكم عشان اللي احنا فيه. حطوا لايكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.